للمزيد من المتابعة ينضم إلينا هاتفيا الدكتور سيف الدين فرج خبير الاقتصاد العمراني. دكتور تحياتي لحضرتك. يعني طبعا مشروع عظيم لإعادة إحياء القاهرة التاريخية، من وجهة نظر حضرتك كيف ترى المشروع في إطار إعادة الوجه الحضاري للعاصمة وأيضا جميع المحافظات؟ المشروع مش بس بيعيد للقاهرة الوجه الجميل، ولكن بيؤكد على انتماء المواطن المصري إلى تاريخه، علشان هو ده اللي بيستمد منه القوة عشان يبني مستقبله. فكانت القادة السياسية يعني سبقت بفكرها هذا الموضوع عشان تؤكد وترسخ إن الماضي هو اللي بيخلق المستقبل. نعم، يعني الدولة تسير في خطين متوازيين، إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة ومتحضرة وعلى أحدث التقنيات التكنولوجية الحديثة، وأيضا في الوقت ذاته بتهتم كثيرا بإعادة الرونق مرة أخرى للمناطق التاريخية، كما ذكرنا اليوم مسجد الحسين والحاكم بأمر الله وباب زويلة، وهي من المناطق لديها أهمية خاصة لدى المصريين. حضرتك شايف إزاي الاهتمام بهذا الجانب الحضاري؟ فعلا كان حضرتك مظبوط، لان القياده السياسيه بعد 2014 بتعمل على استراتيجيه عمرانيه متعدده المحاور، منها المدن الجديده الجيل الرابع، ومنها ايقاف العشوائيات، ومنها الاهتمام بالقاهره التاريخيه كواجهه حضاريه لمصر وكواجهه حضاريه للمواطن المصري. يعني مهما عملت الدوله لابد ان وعي المواطن هو اللي بيخلق هذا الاهتمام، وعي المواطن هو اللي بيؤكد على ضرورة الاهتمام بالقاهرة التاريخية، لأن الاهتمام بالقاهرة التاريخية بيربط الماضي بالمستقبل. الدولة أولت هذا المحور اهتمام شديد، سواء بدأ بشارع المعز والآن في القاهرة التاريخية في مناطق عديدة، وربطها بالنسيج العمراني القائم ومتحف الحضارات. كل هذه بتعتبر نبضات في الاستراتيجية العامة للدولة، وهو رفع جودة الحياة للمواطن المصري. نعم دكتور سيف، يعني كيف ترى حرص الدولة المصرية على إعادة تهيئة المناطق الأثرية والتاريخية داخل العاصمة وأيضا في عدد من المحافظات المصرية؟ القيادة السياسية باهتمامها بالقاهرة التاريخية وكذلك بالمراكز الأخرى إنها بتبعت رسالة للمواطن المصري إن الجمهورية الجديدة مش بس بتهتم بالقاهرة الكبرى دون غيرها، ولكن الجمهورية الجديدة على جميع ربوع الوطن لجميع محافظات مصر. النهاردة الدولة بتهتم بجميع المحافظات وبتهتم بالقاهرة التاريخية القديمة، لأن مضى وقت طويل كان في اهمال شديد فيها، وبالتالي كان في تاثير سلبي على هذه الاماكن. النهارده الدوله بتهتم بالقاهره التاريخيه وبتمثل عائد اقتصادي سواء للسياحه الخارجيه، وتمثل عائد اقتصادي للسياحه الداخليه، وايضا تمثل محور اخر وهو ربط الماضي بالمستقبل. صحيح، بشكرك شكرا جزيلا الدكتور سيف الدين فرج خبير الاقتصاد العمراني، شكرا جزيلا لك.